في المركز الأولمبي بالمعادي، يواصل منتخب مصر لأصحاب الساق الواحدة استعداداته القوية لخوض منافسات بطولة إفريقيا الشهر الجاري. منتخب المعجزات كما يطلق عليه يسعى لاحتلال مركز متقدم في المسابقة القارية يسمح له بالمشاركة ببطولة العالم في تركيا العام المقبل. بيتمرنوا تمرين قاسي جدا جدا جدا، لأن احنا مش رايحين نهزر. اللعبة التي تمارس حديثا في مصر تقوم قوانينها على وجود 7 لاعبين داخل الملعب، من ضمنهم حارس مرمى. لا وجود لقانون التسلل، الاستبدالات مفتوحة، مدة المباراة 50 دقيقة مقسمة على شوطين، لا يسمح بلمس الكرة بالعكازين، ولا يحق لحارس المرمى مغادرة منطقة الجزاء. وتقام المباريات على ملعب يبلغ طوله 60 مترا وعرضه 50 مترا. وبداية منتخب المعجزات كانت هي نفسها نهاية انتظار طويل للمصريين دام 30 عاما. 8 أكتوبر عام 2017، محمد صلاح يسجل هدفا قاتلا في شباك الكونغو، جعل تأهل مصر إلى المونديال حقيقة بعد أن كان حلما ل3 عقود. وعلى الخط الجانبي للملعب سرق الشاب محمود عبد الأضواء برقصاته الأكروباتية على عكازين، وشاركه لاعب المنتخب المصري فرحته العارمة. تلك الليلة كانت بذرة تكوين منتخب الساق الواحدة. اللعبة بدأت من 4 سنين، وتحديداً من تصفيات كأس العالم لما صعدنا في ماتش الكونغو. كان في محمود عبده الشهير بالرقص بالعكاز، لما رقص بالعكاز وكل الدنيا شافته، من اليوم ده تم محمود بدأ يعمل انفيتيشن على فيسبوك ويجمع الشباب. من اليوم ده جه بعديه كابتن سيف وكابتن عبد الله، والعدد بدأ في تزايد لحد ما بقينا النهاردة أكتر من 120 لعيب. كابتن محمود عبده هو سافر احترف في تركيا ومسك الراية هنا في مصر كابتن سيف وكابتن عبد الله، واشتغلوا واحنا بنشتغل معاهم بقالنا حوالي 4 سنين. طبعا أنا بدأت اللعبة دي من حوالي 6 سنين. أنا كنت بلعب مع أصحابي في الشارع، بس اني بدات يبقى في لعبه ليها كاس امم افريقيا وكاس عالم، دي كانت حوالي من 6 سنين. عرفتها عن طريق كابتن محمود والكابتن سيف. من ساعتها واحنا بدانا نشتغل مع بعض ان احنا عايزين نعمل دوري في مصر، حقنا ان احنا نلعب، نمارس هوايتنا، نلعب كره قدم. بدانا نتواصل مع الناس بره، كابتن محمود احترف واحنا كملنا هنا انا وكابتن سيف. في نهائي امم اوروبا من تركيا وانجلترا في لعبتنا دي، اكتشفت ان احنا لينا لعبه وليها جماهير، وكان المنظر الاستاد حوالي فيه 60,000 متفرج. بعديها لقيت كابتن محمود عبده، احنا انا وهو من نفس المكان او من نفس المنطقه، لقيته عامل دعوة على الفيسبوك بيقول إن لو أي حد عايز يشترك في كرة قدم يجي، وكان حاطط الفيديو بتاع نهائي أمم أوروبا ما بين تركيا وإنجلترا، وتوجهت ورحت، ومن هنا بقى ابتدت الفكرة. يعني ده كسيف. مؤخراً اكتسب المنتخب المصري صفة رسمية بعد قرار الوزارة بتشكيل لجنة أصحاب الساق الواحدة المنبثقة من اللجنة البارالمبية. أول الخطوات ليكون في حاجة أساسية كانت بتوجه من معالي وزير شباب الدكتور أشرف صبحي بتشكيل لجنة عن طريق اللجنة البارالمبية، ودكتورة حياة خطاب وأعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية كانوا مهتمين بالموضوع، وبدأنا في تشكيل لجنة لإدارة شؤون أبطال كرة القدم ذو الساق الواحدة. اللجنة دي شكلت في شهر 6 أو 7 اللي فات، وابتدينا خطوات محددة ان احنا نحط البلانينج والاستراتيجي للاعداد لتكوين اول منتخب مصر لابطال كرة القدم ذو الساق الواحدة، استعدادا لبطولة افريقيا المقامة في تنزانيا، وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم ذو الساق الواحدة في تركيا 2022. بقى في لجنة منبثقة من اللجنة البارالمبية هي اللي بتدير اللعبة، أصبح لنا كيان قانوني وبقى في منتخب مصر. وكان نادي بيراميدز رائداً بإطلاق أول فريق مصري لأصحاب الساق الواحدة، في خطوة ينتظر أن تسير عليها بقية الأندية في انتظار تكوين اتحاد مستقل للعبة. كرة قدم يعني قدمين، فلما بتخش على واحد بيولوجيك كده بتقول له كرة قدم للساق الواحدة يقولك إزاي.
فاخدنا مجهود كتير، فالحمد لله ان انا نجحت يعني ان انا اترجم ده. بقى عندنا منتخب باص طبعا بمساعده كابتن محمود ومساعده كابتن عبد الله طبعا، والحمد لله قدرت ادشن اول نادي هنا في مصر هو نادي فريق بيراميدز، وانا بشكره لان هو صاحب المبادره. النادي بيراميدز برضو لما عملها بدون مقابل، عملها بدون، ما كانش هدف الربح، كان حاجه مسؤوليه مجتمعيه والناس عملوها بكل احترام واحترافيه للامانه يعني. فانا اتمنى ان انديه مصر كلها تعمل انديه عندها عشان اقدر اعمل دوري، ومن خلال الدوري دي اقدر اسس اتحاد ويبقى فيه كيان قانوني للعبه. لان زي ما حضرتك شايف النهارده انا معايا 16 لعيب او 17 لعيب، طيب انا عندي اكتر من في 100 لعيب بره المنتخب. انا اتمنى ان هم يبقوا في انديه، واتمنى البطوله الرسميه لنا في كاس العالم في تركيا ان شاء الله لما نصعد كاس العالم في السنه الجايه يبقى اختيار المنتخب من الدوري ومن الانديه. اتمنى ان الانديه تعمل حاجه زي كده، وخصوصا ان الدوله عملت اللي عليها والدور عليهم يعني. سنوات من الكفاح والقتال سمحت للعديد من الأبطال بالوصول إلى منتخب مصر لذوي الساق الواحدة بعد أن رفضوا الاستسلام وأصروا على تحقيق أحلامهم. كذو قدرات إحنا رسالة، أي حاجة بنعملها وتحركنا حوالين الناس رسالة. أنت لو عندك مشكلة بتتعظ من مشكلة غيرك، لكن أنا عندي أمثلة كتير في ناس قعدت 8 شهور بعد عملية البتر مرفق يعني مخرجتش من بيتها. أنا عندي على فكرة ناس مبتورين حديث، وعندي ناس كانت بتلعب كورة وراحة التمرين وأصابها حادث واتبترت. لا أنا جالي تليفونات من ناس كتير، وده شيء بيفرحني جدا وبيبسطني جدا لما يقول لي أنا عايزك تيجي تقعد مع ابني، أو أنا بفرج فيديوهاتك على ابني، أو أنت مثل أعلى، أو أنت قدوة، أو أنت أو أنت أو أنت. فده في حد ذاته شيء بيشرفني جدا يعني، وبيفرحني أكتر من أن أنا بلعب كورة. لما بتكون رسالة لغيرك وتقدر تساعد غيرك، دي في حد ذاتها بتبقى أنا في قمة سعادتي وفي قمة نجاحي. اللعيبة كلها بصراحة في قصص كتيرة جدا ورا كل لاعب. المسج اللي في الموضوع إنك أنت تحول بني آدم كان عنده مشكلة في رجله أو عنده مشكلة في المشي إن هو يبقى لعيب كورة، إنك أنت تتحول من بني آدم عنده مشكلة لبني آدم نجم ومعروف. وطبعا بتفرق طبعا نفسيا جدا عند اي حد في الدنيا يعني. عندي لعيب مثلا كان بيلعب في اتحاد الشرطه، راجل بيلعب في نادي اتحاد الشرطه للاسوياء عادي جدا، وكان رايح التمرين بتاعه وعمل حادثه وتم بتر الساق، وعلى الرغم من كده الراجل رجع تاني وانضم لينا ولعب معانا، والنهارده بالمناسبه هو اساسي معانا في منتخب مصر ومدافع منتخب مصر اللي هو احمد ابراهيم يعني. ولا يرى أبطال منتخب مصر أن تدريباتهم تختلف كثيراً عن كرة الأسوياء، إذ يعتمدون على وحدات تدريبية متشابهة بشكل واضح. إحنا بصراحة التدريبات بتاعتنا زيها زي الأسوياء بالضبط، يعني أنتوا حضراتكم شفتوا التمرين مفيش اختلاف عن الأسوياء. اللي الكباتن بتعمله مع الأسوياء بتعمله معنا، فإحنا أصلاً مش شايفين اختلاف في ده يعني، ودي حاجة كويسة يعني. إحنا بنقول في حراسة المرمى في حارس موهوب وفي حارس نقدر نصنعه. الحارس اللي نقدر نصنعه ده لو هو عنده جسم وبنيان قوي يلائم فكرة ان هو يبقى حارس مرمى. بعد كده احنا بنديله الموهبة دي، بنعلمه الترايات ازاي يطلع العرضية، ازاي يبقى التوقيت بتاعه مناسب، الخطوتين اللي في الجنب من زاوية معينة، الخطوتين اللي بتطلعهم عشان تقفل الزاوية، هي محتاجة ستريتشنج برضو، والحارس لازم يكون منتبه عينه على الكرة دايما، الخطوات الزيادة اللي بيقفل بيها الزاويات، التوقيت بمعنى اصح، والتوفيق طبعا ده قبل كل شيء. في وحدات شوت، في شغل من الاسواء، ثلاث ارباع من الاسواء او يمكن كله، هو بس الموضوع بيختلف في الحمل البدني اكتر، مش كحارس مرمى بقى كلاعب، لان اللعبه اصلا فكرتها كلها بتعتمد على ساق واحده وعكازين، فمحتاجه بنيان جسدي قوي جدا من فوق للكتاف وللذراعين، لان هي اللي بتخليك تعمل كنترول على كل شيء، وهي اللي بتخليك لاعب موهوب او مش موهوب. وظهر أسامة حسن المدير الفني للمنتخب سعيداً للغاية بلاعبيه خلال التدريب بعد تنفيذ جملة تكتيكية رغم عدم انتهائها في الشباك. هنلعب أمم أفريقية، الأفارقة بطبيعتهم أجسامهم قوية ولعبهم داشن جداً، فإحنا بنفكر إن إحنا إزاي نضربهم بالباص، فدي كانت حاجة إحنا بنتمرن عليها والحمد لله الأولاد نفذوها. ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام تنزانيا الشهر الجاري قبل السفر لخوض غمار كأس الأمم الإفريقية. أنا أتمنى طبعاً إن الماتشين دول يتذاعوا على التلفزيون وعلى القنوات الرياضية كلها، بتمنى ده عشان برضو الناس تعرفنا، إحنا عايزينهم يشجعونا كلاعيبة كورة، مش يشجعونا كنوع من أنواع التعاطف أو نوع سبورت، لا هو فعلاً إحنا بنلعب كورة، فاحنا عايزين يشجعونا عشان نكسب البطوله يعني. باقي اللعيبه اللي مش في المنتخب دول انا عامل لهم يوم بروح امرنهم فيه. امبارح عملنا معاهم لقاء ودي،
بنقيس مستوى الولاد اللي في المنتخب عليهم، دول فين بقوا فين ودول يعني وصلنا لحد فين في شغلنا. امبارح كانوا قاعدين بيدعوا لهم بصراحه بمنتهى الاخلاص والحب، لان كلهم انا معودهم يعني ان احنا كلنا فريق واحد، وقلت لهم ان دول الجنود اللي هم هيحاربوا علشانكم عشان انتوا ترتاحوا بعد كده. هي الناس موفره لنا كل حاجه حاليا، فاحنا دلوقتي تركيزنا بس جوه الملعب ان احنا نقدر نجيب البطوله، لان احنا في مجموعه صعبه جدا جدا جدا، فان شاء الله نشرف بلدنا ونقدر نعمل حاجه ان شاء الله باذن الله.